فعلا سلمت نفسها ولا هي اتقبض عليها؟ لا هي اللي سلمت نفسها، هي دي برضو حد يقدر يقبض عليها. الاموال المتهربه بتاعت اقاطه لو رجعت لنا وتقسمت على الشعب، عارفه حضرتك كل واحد هيجيبه كام؟ كام؟ بس دي حاجه غريبه جدا، دي كان خلاص قرب يطلع للضحى حكم غياب، ايه اللي يخليها تظهر وتسيب نفسها دلوقتي؟ ان الست قطاطه هي سبب الفساد اللي مالي البلد، وديكي شايفه الاثار عامله ازاي؟ ده الواحد مش عارف يروح بيته بشويه حرام كشف العيال. يمكن ظهرت عشان تثبت براءتها، بس براءتها ايه؟ دي القضيه لابساها لابساها. الشخصيه جهنميه تتوقع منها اي حاجه. قطاطه لبست القضيه الواحده، والملايين اللي لمناه هتتقسم عليا انا وانت وبس حلاوتنا. ايوه يا ابني، بس انا مش هستريح الا لما يتحكم عليها. ليه؟ انت قلقان تجيب سيرتك في القضيه؟ قلق من ايه؟ اولا هي هتجيب سيره فاروق وانا مش فاروق، انا شعبان. هتقول لهم انه شعره طويل ونازل على قرنه. وانا يا ابني شعري مش طويل ولا حاجه، ده انا حتى اصلع شويه. وانا يا ابني لا بشنب. سلام عليك. ولبسك شنب. استاذ ورئيس قسم عظمه. بس شيل الحواجب بقى عشان ما نتهرش. صح، عداك العف دي. بقيت واد ايه وراه. يلا بينا عشان انا نفسي اسمع الحكم عليها، وكده نبقى دقينا اخر مسمار في نعش الست قطاطة. أعزائي المشاهدين، لقد حانت اللحظات الحاسمة، اللحظات التي ستحدد مصير أكبر قضايا الفساد في مصر في الفترة السابقة. هل سيظل الستار على هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل في الرأي العام؟ هل سنكتشف في الحلقة الأخيرة الكثير من الأسرار التي تخفيها هذه المجرمة؟ هذا ما سنعرفه اليوم، وإحنا معاكم عشان نعرف. مظلومة وحاسبي حد يجرجرك في الكلام. ها هتقولي ايه؟ انا جعانه
يا ستة انا عازمك بعد الجلسة، هاكلك بعد الجلسة. والنبي ركزي بقى معايا، ابوس ايديكي في عرض ابوكي علشان دي اول فرصة ليا. انت ممثل؟ لا مش ممثل. والنبي شكلك من الممثلين. يا ستي انا شكلي كده اعمل له ايه؟ بتمثل في الهند؟ في الهند انت؟ لا مش في الهند، ابوس ايديكي عشان دي اول قضية ليا. اول قضية؟ اه. اتقفشت في ايه؟ ما اتقفشتش يا ست، انت اللي مبسوطة وانا جاية ادافع عنك. ركزي بقى، بصي من الاخر بقى، قولي ورايا بس. انا بريئة. انا بريئة. انا مظلومة. انا مظلومة. انا اتلعب بيا. انا اتلعب فيا. ايه ياما اللي انت بتقولي؟ ياما عيب ياما، اتلعب فيكي ايه؟ امال اتلعب فيك؟ لا ما اتلعبش فيا ولا اتلعب فيك. امال اتلعب في مين؟ ما اتلعبش في حد يا ست. امال فين الواد اللي اتلعب فيه؟ هندور عليه وهنمسكه ان شاء الله، وحاسبي حد يجرجرك في الكلام. ما حاسبي الله ولا ما تخافيش في اللي عرفنا عليك. وبعدين بقى يا ست ما توترينيش بقى، خليني اشوف شغلي. انا عايز اركز لو سمحتي. بص تعالي ننسى اللي فات ونبدا مرحله جديده خالص. ايوه. انا مش عايزك تقولي اكتر من اللي ورايا. ايوه ايوه قول. انا بريئه. انا بريئه. انا مظلومه. انا مظلومه. انا اتلعب فيا. شفت؟ شفت بقى؟ انت اللي طلعت بريسيسيوتا. انا اسف، انسي اللي فات خالص، لو سمحتي سيبيني اشوف شغلي. انت مين يا واد؟ يا ست هانم، يا امبراطورة الشرق، حلفتلك 100 يمين ان انا المحامي بتاعي. اول مرة انت المحامي بتاعي؟ اه. طب وانت ايه اللي جايبك هنا؟ معزوم على قضية. وبعدين الواد ريتك. يا ست انا جاي اساعدك. شايفني مكسحة؟ يا ست شايفني عوجة؟ شايفني حورة؟ انا ايه اللي وقعني الوقعة السودة دي؟ وقعة سودة؟ ايه اللي وقعة السودة دي؟ يا ست يا ست يا كبير. انت بتنجيك عليا يا ابن الواد. بصي وطرتيني. انا بص اخش الحمام وما تقليش ادبك تاني، ارجع من الحمام تكون حفظت. يلا هيا كان بيزغني في صدري. برا ان شاء الله يا ست قطاطا. انت مين يا عم امك انت كمان؟ برا ان شاء الله يا ست قطاطا. انت مين يا وليه؟ انا سنيه. سنيه؟ ازيك يا سنيه؟ ازيك يا حبيبي؟ شفت يا سنيه عبد في قطاطا ايه؟ معلش معلش، في حد بينخورني في حضور وعايز يقعدني يعني. معلش يا حبيبتي، ربنا موجود وهينصرك ان شاء الله. انت مين يا وليه؟ انا سنيه. سنيه مين دي؟ يلا يا حاج. يلا يا براك امشي. يلا. انا مظلومه. مالك يا ست قطاطا؟ مالي يا ابني؟ ما انت شايف الحموله الزايده اللي انا شايلها؟ ده انا بخاف امشي بالليل لو تعبت في لجنه من البروز اللي انا ماسك. امسك كويس. انا يا خمس ثواني. قومي على القفص. يلا القفص ليه وانا حبيب؟ سيبوني بقى هنا اتفرج على فيلم انا لوحدي. يا ست خليني اشوف شغل، انا عندي الضغط. سيبوني اتفرج على فيلم بتاع الفيلم بقى. انت ازاي بتكلمها بالطريقه دي؟ رقم اولا دي ست كبيره، لو سمحت سيبنا لوحدينا شويه. انت مين يا واد؟ لو سمحت انا ممكن اصعد الموضوع. فين حقوق الانسان؟ معاك دقيقتين. اول حاجه جاي علينا ايه؟ عشان خاطر ركزي معايا بقى، عشان خلاص جه وقت التركيز. احنا جوه المحكمه. محكمه؟ احنا جوه محكمه؟ احنا ما اتفقناش على كده يا كابتن. ما تفرقناش ان احنا هنيجي جوه. انت مين يا واد؟ انا مين ايه؟ انت بتشجع ايه؟ مدرب كاراتيه يا ستي. هو انا مش باين عليا ان انا محامي خالص؟ والنبي يا ابني وانا باين؟ لو باين هقول لك. طب انت زي ابني يعني. طب الروب ده ما بيفكركيش بحاجه؟ اه بيفكرني. بايه؟ بالراجل الوطواط. وطواط ايه بس؟ بتاع التلفزيون زي المسلسلات بتاع باك مان والسايتر مان. هي جلسه مش معديه، انا عارف، انا مش مكتوب لا ترافع خالص. قومي يا ست بقى، خلصينا بقى. قومي بقى. لو سمحت لو سمحت، انا اتكلم معاها بطريقه احسن من كده. خليني اشوف شغلي. لو سمحت. مين هيخش القفص؟ امك. دخلها. قومي بقى. طب يا فندم حضرتك امتى؟ قومي غلبتيني. يلا يلا دانتو دانتو دانتو. يلا خلاص يلا، قبل ما نفترق من بعض المراجعة النهائية بقى. ماشي يا واد. انت مين يا واد؟ واد مين ايه؟ ما انا هو اللي كان هناك. انت طالب من منظرين؟ لا انا هو واحد بس. انت واحد بس؟ اه. يلا بقى المراجعة النهائية. اتفضل. محكمة. انا بريئة.
انا اطلع عفرية. سكوت. اكشن. انا مريحة مظلومة واطلع عفرية. سكوت. النيابة تفضل. سيادة القاضي، حضرات المستشارين، قامت المدعى عليها قطاطة عطعوت باستغلال براءة المواطنين البسطاء وظروفهم الصعبة والملحة، وأوهمتهم بقدراتها العجيبة على استثمار أموالهم وتحقيق أكبر عائد مجز لهم في حياة الملايين. اسلم حنكك. قول يا سكارة والنبي صوتك صوتك حلو. ما تعمل شريط ويتنزلوا. سكوت. أكشن. لقد قامت بجمع أموال ومبالغ طائلة تخطت ملايين الجنيهات. أعترض. أعترض يا سيادة القاضي، ده ظلم، ظلم وافتراء بين. أقعد. ليه كده طيب؟ ليه بتبوظي ستايلي ليه؟ كمل يا سكارة، كمل يا سلام حياتك. لقد استولت على ملايين الجنيهات قرابة 3 ملايين جنيها مصريا. لا، أنا كنت بعد أول ما أحبك عشان أنت كنت ماشي كويس، إنما دلوقتي مش أنا بحبك، لأن هم أصلا 20,375,000 و80 يا أما اسكتي يا أما اسكتي خالص، ما تتكلميش خالص. وفي إيه؟ سكوت. سكوت. أرجو إثبات ما تقوله المتهمة بمحضر الجلسة. أيوة كمل يا أستاذ، كمل. ليش لمبوعك يا ستي؟ أنا اللي أقول مين اللي يكمل ومين اللي ما يكملش. لا، ده كان زمان قبل الثورة، لكن دلوقتي خلاص الناس قلوبها شال منه خوف. تفضل كمل يا أستاذ، كمل. سكوت. أكشن. النيابة تفضل. فبعد أن قام المساكين بتسليم ما يملكونه من حطام الدنيا لها، أيوة، بدأت المتهمة في المماطلة والتهرب من إعطائهم الفائدة المنتظرة أو حتى أصول أموالهم. أيوة، يسخن بقى كده. زاعمة أنه قد تم التغرير بها. صلاة النبي عليك، أبعد لها بس مهندس، اتلعب بيا. والله العظيم يا ست لو ما سكتي لديكوا حكم عشوائي. حقك، ما انت رئيس لكل المصريين. يا ست قطاطة، انا هنا رئيس المحكمة وبس. وضحت؟ خلاص طيب، ما تزعلش كده يا حضرة الظابط. حضرة الظابط؟ انا مش عارف واحدة مغيبة زيك ازاي تضحك على الناس وتلم كل فلوسهم كده بمنتهى الرضا. ايه ده بيقول ايه ده؟ كنت بتعمل لهم ايه؟ بتسحر لهم؟ صدقت يا سيادة القاضي، فالثابت من التحقيقات وإفادة الضحايا تفيد أن المتهمة كانت تسيطر على عقولهم بكلامها المعسول وقدرتها العجيبة على الإيهام الذي يصل إلى حد سلب الإرادة، وكأن فريستها قد وقعت تحت تأثير التنويم المغناطيسي فيفعل ما تأمره به مهما كان. يعني وحدة حباها المولى عز وجل بخيال خصب يتمناه أعظم الكتاب والمؤلفين، بدل ما تستخدم القدرة دي في الخير وفيما هو مشروع، أخذت تستغله في الدجل والشعوذة والفسق. سعادتك، ودي تهمة تضاف لجرائمها السابقة. طبعا. طلبات النيابة. أنا عايز واحد حيوان أمشي. يا ولية تلمي، عندك أي إضافة عايزة تقوليها؟ عايزة ترسي مع الحيوان أمشي. يا سيادة القاضي، لا تتركوها، لا تتركوها تراوغكم هكذا. يا سلام. النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة قطاطة عطعوط الزو. وشكرا لكم، شكرا لكم. هو ده هيبقى عسكري كبير قوي في الزبطيه، هيظبطوك. سكوت. الدفاع يتفضل. ايه ده؟ الكابتن وائل جمعه جه؟ وائل جمعه مين يا ست؟ الدفاع يعني المحامي، عندك محامي؟ انا هنا يا ست القاضي، حاضر عن المتهمه.
ويا ريت ننسى اللي فات. ننسى اللي فات؟ بس بقى عشان هترفع انا دلوقتي. بس بس اتفضل يا استاذ. متشكر جدا سياده القاضي، و اولا احب اعبر عن سعادتي لوجودي وسطيكم، ويا رب المرافعه تنول اعجابكم. اديله ورده يا واد وبوسه يلا. بس بقى سياده القاضي، حضرات المستشارين، الساده الحضور، وانا وانت مرقص يا جدع. بصيت بصيت مرقص يا بدع. لو سمحت ممكن تسكتها عشان مش عارف اركز. سكوت اكسن. سكوت. ادخل يا استاذ في الموضوع. سادخل سيد القاضي. يرى ممثل الادعاء ودي رؤيته سياده القاضي ان موكلتي قد قامت بجمع مبالغ من المواطنين، ولكن هيهات ثم هيهات ثم هيهات. طب هيهات سيجاره بقى لحسن خرمت نافوخي. سكوت. كمل يا استاذ. في حقيقه الامر سيد القاضي ان الاهالي هم من سعوا ورائها وراحوا يتوسلون اليها. والنبي يا حاج قطط، والنبي يا خالتي قطط، خلي الفلوس دي عندي، خليها معاك وشيليها، ويمشوا ويجروا يا بنت تعالي، يسيبوها ويجروا. سيد القاضي، وهنا للتوسل مكانه كبيره في قلوب المصريين. ولما التوسل سيد القاضي؟ لتاخذ اموالهم لتستثمرها عندهم لثقتهم فيها. معلش هعيد دي تاني، لثقتهم فيها. كذاب كذاب وحيادك يا استاذ الزامل. سياسه القاضي بقى ما تسيطر شويه. سكوت. لثقتهم فيها وسيرتها العطره وروحها النقية. انظروا إلى وجهها. انظر معلش سيادة القاضي، انظر إلى وجهها. هل هذه تاخد أموال من ناس عافية؟ دي تاخد أموال عافية ازاي؟ منين؟ منين سيادة القاضي؟ كذاب كذاب في أصل مصر. أنا اللي ضحكت على الناس وخدت منهم الفلوس؟ مش كل حاجة أنا عملتها. أرجو إثبات ما تقوله المتهمة بمحضر الجلسة سعادتك يا فندم. يعني ما حدش من الضحايا إدالك فلوسه كده من نفسه؟ نفر. وما بتنكريش كمان ان انت خدت فلوسهم عشان توظفها لهم؟ جميل. يعني انت معترفه؟ نقدر مش معترفه بحاجه وبطلب البوليس. انا بريئه، انا مظلومه، انا اتلعب فيا. انا مش هكمل مرافعه سيادة القاضي لان كل حاجه بانت على وضوح. استاذن بشكل شيك عشان ما تحرجش اكتر من كده، ونتقابل في قضيه ثانيه ان شاء الله باذن الله. يا ده حبيبي الحمام على الشمال، خش على طول. بس بقى بس بقى يا خلاص خلاص. عندك حاجه ثانيه عايزه تقوليها؟ مش كده يا جلاله الملك، في ايامك في ايامك يا جلاله الملك اتبهدلني من بعدك. رفعت الجلسه للمداوله. محكمه. انا بريئه، انا مظلومه، انا اتلعب فيا. اسكت بقى خلاص خلاص. انا بريئه، انا مظلومه، انا اتلعب فيا. قفشنا ولا ايه؟ يا عم بص يا عم، هو مش واجب برضه نقوم نواسيها وناخد مخاطرها؟ اقل نبقى عملنا الواجب. انت بتقول ايه يا عمنا؟ ما تخلينا في حالنا بدل ما نتهرش. نتهرش؟ انت كحول قوي. اسمك ايه؟ قوم يلا هنضحك. يلا يلا. مساء الخير. هو مش حضرتك برضو الست ثانية اللي كانت ماسكة الشغل عند الست قططة؟ أيوة أنا. قلبي معاك يا ست ثانية، والله غمة وهتنزاح بإذن الله. أيوة يعني مين حضرتك؟ طبعا ما أنت مش هيجي على بالك تعرفيني، ما أنت ياما شفت ناس داخلة وناس خارجة الله يكون في عونك. أنا يا ست واحد من الناس اللي حطوا شقة عمرهم عند الست قططة، وفي الآخر طلعت من المولد بلا حمص. بريئة والله العظيم يا بيه ست قططة، بريئة والله العظيم. مصدقك من غير ما تحلفي مصدقك. أنا عارف إن الست قططة كمان انضحك عليها. ربنا ينتقم منه بقى اللي عمل العملة المنيلة دي. هو أنتوا ما وصلتوش لحاجة؟ فص ملح وداب ولا لوش أثر، بس إن شاء الله هيقع لأن ربنا ما يرضاش بالظلم. ونعم بالله. بعد إذنك. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سادة الليل تقتل القتيل وترقص في جنازته. تفضل. متشكر يا بنتي. العفو العفو.
المحكمة. أنا مظلومة. تفضل. حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع هيئة المستشارين على المتهمة سلامات عبد الغفار بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاس. مبروك يا ريت، مبروك. ثلاث مرة أحسن. وعلى المتهمة أطاطا عطعوط الزوج بالسجن 3 سنوات مع الشغل. أنا مظلومة، مظلومة بريعة، أنا بعرف لعب فيا، أضرب في الناس يا ناس. والله وحلوت احلوت، والله وحلوت وحلوت، والله وحلوت وحلوت، والله وحلوت يا رؤى، قصدي حلوت يا شعبون لو الفلوس بقت بتجري في ايدينا. ما هي الدنيا كده يا صاحبي، ناس بغبائها تترمي في السجون وناس اذكياء زي كده يتبغدوا ويتروشوا ويتروقوا على حسابهم. وهي دي بقى نظريه هتلر في تقسيم المجتمعات وعمرها ما خيبت. الله يرحمك عم هتلر، الله يرحمك. هتلر ده كان أستاذي وقدوتي، كانت أمنية حياته إن يقسم المجتمعات لطبقتين، طبقة بتفكر وترتب وتخطط زي حالاتي كده، والطبقة التانية يستاهل يتولع فيها بجاز ويسخ زي قطاطا واللي شبهها. بصراحة الولاية دي كان عليها غباء ما يتوصفش. بس يعني هو أنا محسوب على الطبقة بتاعتك دي برضو يا شعبولة؟ أنت؟ طب خليها في سرك. أنا بريئة، أنا بزلومة، أنا تلعب بيا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ما تقلقيش يا ست قطاطة، ما تقلقيش، بعون الله هخرجك منها، وانت معايا اشارتك خضر. هتعدي الحد؟ انت تعرف حد في مرور فيصل؟ يا دنيله يا وليا يا وليا، انت صعبت عليا عشان كده هقربك، افهميني. طب افرضي وهم بيهربونا. اسكتي بقى، فضحتينا الله يخرب بيتك. بقول لك يا عمنا، يعني بعد اذنك، يعني انا كانت ليا نظريه كده عايز اخد رايك فيها. قول يا اخويا، ما تخليش حاجه في نفسك. يعني بما اننا عملنا عمليه قطاطه ومعنا من قبل كده فلوس، عندنا خميره كبيره تخلينا عايشين برنسات، ما كفايه بقى ونبطل. كفايه وحياه النبي يا شيخ، بلاش كلمه كفايه دي. بتجيب الفقر، وبعدين البحر بيحب الزياده. وإذا كانت وجهة نظرك أنت بقى إنك تشتري مطعم شيك في فندق 5 نجوم، أنا بقى لأ، أنا شراء الفندق نفسه ما يكفنيش. بعدين كفاية بقى عشان الليلة اللي جاية. يا أهلا يا أهلا يا حبيبة قلب جوزة، تعالي. نورنا يا سمير. ده نورك يا ليلى، ما كانش له لازمة التعب ده. تعب ايه ده؟ واحنا بنشوفك كل يوم. مش عايز اتتلك. يلا حاضر يلا حاضر. يا انا حاسس ان انا عايش في قلب النعيم من جوه. والله كده الشغل ماشي 100 100. قول ما شاء الله، ما يحسدش المال الا اصحابه. الف ما شاء الله. طبعا يا حبيبتي، لو ايه ست زي الفل، اخلاص ايه ووفاء ايه، تتحط على الجرح يطيب. الله الله الله، اللي جرى ايه؟ هو انا لسه هعرفكم على بعض؟ ايش حال اذا ما كنتش انت اللي مجوزها لي؟ الله يبارك لك، ربنا يسعدكم ويهنيكم ببعض. ميرسي يا سمير. امال فين ياسمين؟ افتكرت دي عند ماما من امبارح، لازم اكلمها. او النبي وسلمي لي عليها الاحسن، وحشاني قوي. اي ياسمين، ازيك يا روحي؟ بابي بيسلم عليك. بقول لك ايه؟ انت مطبق معايا الليله دي في شغل جديد عايزين نمخمخ فيه. جديد ايه؟ مش لما نصفي القديم الاول ونشوف اللي ليا واللي ليك؟ اللي فات مات يا حبيبي، خلاص اللي فات مات. طب افرضي هما بيهربونا، ها؟ مسكونا وجبركونا وخدوا بقى الحاجات اللي احنا جايبينها من بورسعيد، هتعملي ايه؟ بص يا ست قطاطه، انا عندي رجاله
محاصرين المحكمة، وبعون الله بعون الله هيسلكونا. لا يا اختي انا ما عنديش حاجة تستلك. شوف انت ايه المسدود عندك وسلكيه. اخرسي اخرسي بقى وسدي بقى. انت ايه؟ يا ساتر يا رب. يا ناشفة يا بنت اللي ما فيش فيك راجع لو علموك يمين او شمال. ماشي. يعني لو اتجوزي هتخدمي كلب. يلا يا طاطا العربية واصل. حاضر. والنبي عشان خاطرك انت اللي نجيتها بس من قلب البنت اللي كانت هي هتقهر بيها دي. قومي خلصي. انا هو انا بخاطري مش في حاجات شايلاها. مالك يا وليه؟ هو النبي المجهود بس ليا عاملك طلب. عايزه ايه؟ فلوس؟ تناقصه؟ لا لا فلوس ايه يا ابني؟ انا خلاص حد الله ما بيني ومنها. انا بس عايز اخش الحمام. عايز اخش الحمام، عايز اعمل بيبي. ابو ده مصلحتكم، انتوا ممكن تبطوا غرقانين في قلب العربيه. خلاص كتك القرف قدامي. يا ابني استني. يو انت رايح ليه؟ انت هتخش معايا جوه في الحمام بتاع النسوان دي؟ ده هتلبسيني بلوه. خش خلصينا. انت جاي تخش كده. لا اله الا الله. حاضر. دفع وسط. ماشي. اوعى تبصي بالخم ده. مش هتنيل. تعالى كده. حاضر جينا كده. انا ماشي عليك اهو. الهي ربنا يريحني منك يا رب. ما تشدش يا خفيف. اول ما المعلمه تركب عربيه الترحيلات كل واحد فيكم عارف هيعمل ايه؟ لا. كل اللي انا عارفه ان طبيعه المهمه بتاعتنا تهريب عربيه الترحيلات بتاعت الستات. خلاص كل واحد عارف هيعمل ايه؟ لا. خلاص يا وليه بقى. وبعدين في شغلانتك السودا دي بقى اهم. خلاص يا افتح الباب اهم. ما بديهاش بقى. زوجتي مني فين يا وليه خرفانه انت؟ اروح درب بس ولا انت كنت في الحمام. انا كنت هروح فين تاني؟ انا قلبت الحمام ما لقيتكيش. ما انا هنا اهو قدامك هنا اهو. ده حمام الرجاله. أضليني ما سمعتش الا سراسيب ميه. فرحانه؟ وين اللي دخلت حمام الرجاله اصلا؟ انا فارقه معايا رجاله ولا ستات ذكر او انثى؟ نشفت دمي الله يقطعك. خلاص يا ابني الرجاله بالنسبه لي دلوقتي عباره عن نماذج. نماذج؟ ام داعيه عليا والله. بزيد وعمالة تبقى 40 وعمالة تحركي شنايفك وحنايفك. مالك يا بنت؟ خلي بالك خلي بالك بعد وشي. انا متفرجة على افلام التحرش كلها من اول كوبري في الظلام لحد ظبوط احمد على الترعة. خلاص؟ يعني انا من ايام اديله جامد عشان جامد ما خدش. خلاص يا ست قطاطة خلاص. انا مش هضحي. خلاص يا ست قطاطة حقك عليا. الله في ايه؟ ولو اني مش فاهمة هي بتتكلم في ايه؟ وادي راسك ابص. ايوه ايوه اترمي هنا يا بنت. هتمي هنا يا بيت وبصيني من رعبتي وعديني عند برا الحرمة بتاعت الودن. بس انت ايه؟ انت عارف انا الاولينة ما بتسكتش خالص. بتسكتش امتى؟ انا نام مرة مندوعة. بقول لك ايه يا بنت؟ انت يا وليه مندوعه. في ايه يا مر؟ عايزه ايه؟ اما تيجي محطه السيده عيشه بقوليني عشان انت. We'll be right back.
عادل. عطاطا هنا. عطاطا ايه؟ هنا. انت ربت؟ ربت؟ ربت يا بنت الضايعة من اللي كليها. ها؟ قولي لي بقى كنا هنهرب ازاي من العربية مع الزنزانة؟ هقول لك. يلا قولي بقى. شو من هنا؟ انت يا وليه كلمتي؟ مرة كلمت يا نهار ازرق على الصوت ده ايه ده؟ ما تتكلميش وانا بتكلم، انت فاهمة؟ انا صور بكير اول مرة اسعير صور شعير. شعير ايه؟ اسم بكير. اسمك ايه؟ بكير. بكير ولا صغير؟ كيس حضر بيضحك. بيضحك على ايه؟ ده ان السبة دي انك بكير. اسمي بكير. بكير اسمك ايه؟ بكير. خلاص خلاص؟ ايوه. انت بقى من حنين؟ ما انت شكلك هتتعبيني. ما ايوه كده انصرف. يلا لليمين دور. انصرف يا وليه منك ليه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت هتاكلني؟ خش في الصف، خش في الصف يا وليه. طب الزباله دي ليه خرجت بالصف؟ لا دي مش هخرجها. ايوه اللي ابو خرجت. مش مسؤول. خرجت فين؟ هي دي. مالك انت عبيط؟ خش هنا في الصف. سعاده الباشا. اهلا يا بكير. عايز حاجة؟ والله سعادتك يعني عايز حضرتك بعد إذن سعادتك توافق يعني بعد إذن حضرتك يعني على أجازة 10 أيام عشان فرح البيت. 10 أيام ليه؟ خد شهر، أنت يعني ليك لازمة. الله يخليك يا باشا، ويا رب كده دايما في حياتك وعقبال الست لميس حفيدة حضرتك حبيبتنا كلنا الفرحة الكبيرة بقى يا باشا. اكتب لي طلب أجازة وأنا أوافق لك عليه على طول. لا ده لسه بدري يا باشا، ان شاء الله على العيد الكبير واحتمال اصلا ناكل فيه مشاكل يعني. على العيد الكبير وفي مشاكل. ايوه في مشاكل يا باشا. اقعد بكير. الله يخليك يا باشا. الله يخليك يا عسكري. قوموا يا باشا. خليك واقف.
مشاكل ايه بقى؟ اصل يا باشا الواد خطيبها شغلنا منجم بلد بتاع المراتب دي، واول من المراتب اللي هي الترك دي نزلت السوق، الواد بقى عاطل ويقعد على القهوه ويلعب بقى كوتشينه على فلوس وخسر له حالته في البلد يا باشا والله. يعني هات ليمون لسياده اللواء. ها؟ مين يا باشا؟ ايوه مش هتصاحبني وتقعد تحكي لي ان هو منجم وان السوق وقف عشان التركي والهندي؟ ايوه وبقى. حاضر يا باشا. اطلع برا. تمام يا باشا. وانت كمان واقف ليه برا؟ امر يا باشا. الو. ايوه يا عباس بيه. لا نايمه هي، اسم النبي حارسها وصينها زي الورده المفتحه. بجد؟ الحمد لله. يلا مع السلامه. انا السبب، انا السبب، انا السبب. يا امي انا السبب. يا في حاجه اهدي. انا السبب. ليه بس بيلحقنا. ايوه عاطف. ايه؟ لميس ضربتنا وبهدلتنا وكسرت حاجتنا. الو انت دكتور البهايم؟ والله لو عارف انك انت اللي بتتصل كنت قطعت ايدي قبل ما افتح الموبايل. ما انت ناقص يعني هتبقى عبيط وبيد واحده كمان. كانت صداقه مهببه وطول مأنجله يوم ما عرفتك يا عباس. اخلط ونشوف البنت اللي انت سبب ورطتها يا اسماعيل. انا مش ناقص. بقالي 15 سنه بعالج حفيدتك يا جاحد وفي الاخر تقول لي انا سبب عودتها؟ يا بني ادم انت لسه هتتناقش معايا؟ البنت بتموت نفسها من العياط. انا ما حدش يمشي كلامه عليا. انزل لا اضربك بالنار. ايوه هضربك بالنار. حاضر يا حبيبتي يا لميس. حبيبتي يا عمري. يلا نايمه يا باشا. نايمه يا باشا. انا قلت حركه زي الرايق يا حبيبتي يا لميس. ان شاء الله ربنا هيشفيها ويهديها ويعافيها وبالصحه يديها يا رب. يا رب. وتشوفها في بيت العدل وتروح بايدك تسلمها لعريسها وتطمن عليها وتجيب لك الذريه الصالحه ادل يا كريم ويخليكي ويشفيكي ويهديكي. خلاص يا رب يا رب. اعملي لي حاجه اشربها. يلا. حاضر يا باشا. يلا. حاضر. خد يا بيه. تعال سكه يا اختي. اطلع قدام شويه كده. صبري يا اختي. حلو تعالي كده اديني وش امسك ايدي كده. ايه الناحيه الثانيه خلصيني ياما. تعالي كده بص للكاميرا هنا اللي بعد. يا ليلى سودا هو فين اهو ليه؟ في ايه؟ انت هتدوسني؟ في عربيه؟ ايوه هنا اهو. ما امسك النمر. دي نبتي عربيه؟ عربيه قالوا ليه؟ هتطلعلي رخصه؟ رخصه ايه؟ نبرتك في السجن هنا. يلا حطيه. قدام؟ لا فوق فوق فوق. ايوه فوق فوق. ايه ده ايه ده كده السجن انت بتعملي حطها على ايه؟ ايه ده امسكها في ايدك كده؟ ايوه ايوه. يلا بص على القمر. عندك كده؟ لا كده؟ ايوه 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 ايوه. يا سواد على الاوضاع. لا لا حبيبي انت ايه بتصور على البحر في اسكندريه؟ ما تروح هنا يا وليدي. انت عايز الصوره دي ليه؟ عشان السجن هنا. السجن هياخدها ذكرى؟ لولا الصداقه الملعونه اللي بينا واللي بلعنها في كل لحظه ولولا الملاك الطاهر الوحيد في البيت ده انا كنت قطعت علاقتي بيك من زمان يا عباس. روح يا ابني لما على العربيه وغسل لي شربات. بالذمه ده منظر دكتور؟ وهو انا اتبهدلت غير بمعرفتك بقى الدكتور اسماعيل جزرة نجم نجوم اطباء مصر في كل المحافل الدوليه يخرج من فيلته بشبشب وكل فرده شكل
منك لله يا شيخ. طمني الأول على لميس. ما تعالالي العيادة بكرة. عيادة أبو عيادة يا سايس. على فكرة يا عباس، بكرة هتدفع كشف زيك زي أي مريض في العيادة. 15 سنة وانت مقضيها سفلقة، كفاية بقى يا أخي. دكتور بالابتدائية القديمة مش فاهم. سلام يا عبس، لأنك ما تستاهلش أقول الاسم بالكامل. يلا تعال انت رايح صار اقفع انت. يلا هات فوق لف وجهك اللي حطني تحمر الوان. يا وليه ببصيني كده ليه؟ انت يا وليه قاعد على سريري بتعمل ايه؟ هو كان سريرك؟ كان سريري. وحصل له ايه؟ بقول لك ايه؟ هتقعدي تهزري معايا وتهدرقي؟ لا يا حبيبتي، انت عايزه كده اول ما تيجي تاخدينك دور اول وانت لسه مستجده؟ ده مستجده وضع الامارات. بصي يا حبيبتي انا عطاطا. جرايه يا وليه انت؟ تكونش فاكره له خده ولا ايه؟ لا ابوي ايه ده؟ صدقني ما خدتش بالي انها مش لوكانده ومال احنا الحين. في السجن يا حبيبتي، في السجن يا عينيا، والسويت بتاعك فوق مكان ست اجلاك. ومين ست فنجان دي حاطين فين؟ في الطبق؟ ما نامت يا اختي وخلاص وارتاحت من الدنيا وبلاويها، عقبال السامعين يا رب. قومي يا وليه. سيبك منها يا قاضيه يا اختي، شكلها كده اول مره تيجي القناطر. لا يا حبيبتي، ازاي اول مره ما اتصرف في القناطر؟ ياما جيت القناطر وخدت معايا فسيخي ورنجيتي وبيضي وعيشي وكل حاجه انتهت من كنتها كانت. يلا يا ولي، يلا يا ولي قومي من على السرير. يلا قومي يا عمت قيامتك. ايه لا يا حبيبتي، ده الرزارة قاعده وبس. راح ده يا حنان كرهت. ايوه يا ريت ترسي. يلا خديني ده. دي بتتمطع. لا اغراء وانوثه. يلا يا جربانه. لا ترسي يا ريت كرهه مفعوشه. الوليه اللبط دي. ايه ده؟ ايه دي؟ جايه منين الدهيه دي؟ ايه هي الوليه دي؟ فاكره نفسها هتهتنا ولا ايه الموضوع؟ بقول لكم ايه؟ عايزين نتلم على الوليه ديت ونرقعها عرقه استقبال المستجدين. ماشي؟ انا استقتل العمر. يلا يلا. ايه ده؟ مين اللي عامل فيكم كده؟ عطاطا. انت عطاطا؟ ايوه انا عطاطا. سلام وقول من رب الرحيم. اسمعي يا ست عطاطا انت. ايوه. بره تبقى حراميه، نشاله، تسرقي، تنصبي، كل ده على عيني وراسي. هنا لا، انت هنا في مملكه عباس النهري. ده كل اوتوبيس النهري؟ شباب! شوش عطيه؟ نعم يا فندم. السجينة دي تطبخ وتكنس وتمسح العنابر كلها. ما بعرفش اطبخ ولا في تتعلمي. ما بعرفش اقرا. تخرسي خالص. وانت عم العدين من عندنا علينا. وبعدين بقول لك ايه يا سول بكير؟ اقبل يا باشا. تنفيذ الاوامر عليك، وبعد ما تعمل كل الحاجات دي تتنقل على الحجز الانفرادي، فاهم؟ اوامرك يا باشا وينفذ يا باشا. نيله في شكلك. لا تغطس ما تقل، والأوتوبيس بتاعك يقف. يا رب أوتوبيسك يقف. أنا بريئة، أنا الزلومة، أنا تلعب ليا. يا مرة توعية نسول على السرير. يلا مش عارف اجيش ادردر في الزبزب.
خد يا عم نمرة المحامي بتاع قطاطا اهو. وانت خد دي. واسمه عندك هنا رامي نصار. قشطة جدا. ماشي تمام كده. بس ما قلتليش انت عايز النمرة دي في ايه؟ مش احنا خلصنا من الموضوع ده بقى وردمنا عليه؟ الله. جرايه يا عمنا انت هتقضيها تلميذ على طول؟ لا الله يصلح حالك فكر شوية. هو مش برضو جايز يحصل في الامور امور. ساعتها بقى لو انت قدرت توصل للمحامي بتاعها ده ممكن نحطه تحت بطنه. برضو مش فاهم. افهمها لك. حسب تقسيمات استاذنا هتلر الناس اللي عايشين وخلاص زي الست قطاطا دول تلاقي روحها في ايدين المحامي بتاعها. ليه؟ عشان هم اصلا بيبقوا مش دريانين باي حاجه بتحصل حواليهم. ولو انت بقى سلكت نفسك مع المحامي بتاعها ساعتها يبقى انت مسكتها من زمره رقبتها وممكن بقى تزمر براحتك. لا امسك رقبتها انت وزمر فيها زي ما انت عايز. المهم انا عايز اتكلم معاك. لا استناني انت بس شوي. الو يا حبيبتي معقول الغياب ده كله؟ مش حمل التقل ده كله. طب اكلمك بعدين. ماشي سلام. انت ازيك يا سمير؟ الحمد لله. ليلى انت هنا؟ طبعا هنا لكن مش عايز اعمل لكم ازعاج. انا رايحه عند ماما. عايز حاجه؟ لا يا حبيبتي مع الف سلامه. انت طيب؟ يلا باي سمير. سلام. امال انت كنت بتكلم مين يا شعبان؟ لا يا حبيبي دي خصوصيات وكل واحد مننا له خصوصياته وما ينفعش اي حد يتدخل في خصوصيات التاني. رايح فين؟ احنا لسه ما كملناش بتاع. طب خد معاك الميني في السكه. ايام السجن طويله قوي يا هنوسه. عقمت ايدك قبل ما تغرفيني؟ يا اختي انت اللي كنت فيها دي. انت مش شايفه نفسك يا بنيه؟ ده انا شفتك ربنا فتح بصيرتي وشفتك محشوره يعني قاعدينك في الحمام. بجيب الاكل يا وليه. تحطي جنب يا اختي من بيت اهلك؟ ما هو يا اختي كوني اهو بتسيب من اهلي. بقول لك ايه؟ لو ما تلمتيش والله العظيم بنيه كده اخشك اجيبك للارض ما تقومي ابدا. حمودة ما انا ببصي يا حبيبتي ما بتكلمش مع واحده بترفع الرجاله وجايبهم معاها السجن. يا نهارك اسود رجاله ايه يا وليه؟ ما هو عقد جنبك اهو. انت مالك انت؟ مش انت اللي عقد معاه؟ بقول لك ايه يا وليه انت؟ ابعدي عني وتلمي احسن مدين ربنا. لا بعزق بيك الارض واخد فيكي تقبيده وانا مش فارقه معايا انا كده كده جوه السجن. ماشي يا صلاح. حياة امك انا ببلغ عنك الاداره. يختت ليه على عينك ويمشي كده؟ ابراهيم ايه يا اختي؟ جرى ايه؟ ابراهيم ايه؟ ده باين عليك عايزه تضرب النهار. لا يا ست ماليش مليان. اهلا يا ست. ازيك يا حبايبي؟ اهلا يا ست. اللي بس عندهم هم دول ولادي تعبت. تسلمي. تعبت. يا تسلمي لي يا حبيبي. الله يخليك يا حبيبي. ربنا ما يحرمني منك يا رب. يا رد. يا اختي تسلم ايدك يا ست. عطا كفايه. ودي هنا اهو. مطرح ما يسري. يلا بقول لكم ايه؟ انت فيها بفيلا. اسمعين ابوس ايدك اعمل اي حاجه. انت عارف ان انا ماليش غير لميس. انا مستعد اديها اكبر مستشفى للعلم الخاص بيها هنا او بره ما تفرقش معايا. المشكله مش في بره ولا جوه. المشكله في لميس. لميس رافضه تماما لاستجابه لاي شكل من اشكال العلاج المعروف في العالم كله. صدقني انا ما فيش في ايدي اي حاجه اعملها. والعمل يعني نعمل ايه؟ خرجها. خليها تشوف الناس وتختلط بيهم. اقول لك
خدها معاك وانت نازل الشغل. شغل؟ خدها معاك سجن؟ وهي اصلا فين يا حصله؟ ما هي في سجن. خدها خليها تشوف الدنيا ولو حتى يوم زياره. قالوا مفيش حد هياخد باله انها تبعك وهي تبقى واحده من ضمن الزوار في الهيصه يعني. تفتكر اعمل كده؟ ده انت تعمل كده وفورا كمان. وبعدين انا مش ساكت. انا استشرت بروفيسور ماجر كبير مشهود له بالعبقريه في كل الاوساط العلميه الحمد لله، وخصوصا الحالات النفسيه النادره اللي زي حاله لميس. بعد ما اطلع على كل التقارير عرض وجهه نظره. حلو. قال ايه بقى؟ اللي قلتهولك. املى دماغها حكايات وناس وحواديت. ما تخليش فيه مكان لذكرى حادثه والدها ومامتها اللي عرضتها للوحده والانطواء وحرمتها انها تعيش الحياه الطبيعيه وخلتها تعاني من صراع شرس بين عقلها الباطن وعقلها الظاهر. انت مش هتبطل تطلع عقدك دي عليا؟ ما تكلمني كلام افهمه واسمعيه. حاضر يا عبس، انا هستعوض ربنا في دقيقتين من عمري علشان انزل لمستواك الفكري واللغوي عشان ابسط المساله للقلقاسه اللي في دماغك. ما تتلم بقى. شوف يا عباس، لميس رافضه تصدق ان باباها ومامتها ماتوا وبتحاول بكل قوه انها تعيش اللحظه اللي قبل وفاتهم، فبتتعامل مع كل اللي حواليها على انهم عايشين وبيكلموها وبيوجهوها. يعني ده ببساطه هي عارفه بعقلها الظاهر انهم ماتوا، وفي نفس الوقت متاكده بعقلها الباطن انهم عايشين. احنا بقى عاوزين ايه يا حبس؟ مش عارف. عايزين عقلها الظاهر يسيطر على عقلها الباطن ويبقوا الاتنين متوافقين. نعمل ايه بقى؟ نعيشها في زمن تالت، زمن بعيدا عن عقلها الباطن وعقلها الظاهر. نعيشها في واقع لذيذ سحري، نحكي لها حكايات، نفرجها على افلام كرتون، المهم انها تستجيب. بعدين انا ما عدتش عارف اتصرف، بنت كده بتروح مني. خليها تشوف الدنيا ولو حتى يوم زياره. هي فرصه، ده يوم الزياره بكره. خليني ماشي ورا كلامك يا اسماعيل اما اشوف اخرتها ايه. جدو، هو انت مش قلت لي قبل كده ان السجن ده مليان ناس مش كويسه ومجرمين؟ طيب انا اخاف اروح معاك بصراحه. شايب تخافي وانت رايح مع جدو عباس الناري؟ عبيطه ولا ايه؟ جدو، هو انت عايز مني انت والدكتور اسماعيل بتاعك ده؟ فهمت، انت عارف رايي في الدكتور اسماعيل ده حمار. هو ده دكتور؟ انا دي حاجه كده جت في دماغي عايز اعملها. يعني انت مش كنت عنده دلوقتي؟ كنت بخيبه. كنت عنده، بس انا قعدت افكر. حبيبتي انا عايزك تخرجي كده وتشوفي ناس غير الناس. طيب تفتكر ماما توافق ان انا اجي معاك السجن؟ طبعا انا هكلمها واخليها توافق، وبعدين ده انا ابوها لازم توافق طبعا. ماشي، قول لها ولو وافقت ساعتها ممكن اجي معاك. اتفقنا. تصبح على خير. ماشي، بس الأوضة معفنة، معلش يا أمي برتبها. ومين قالك إن أنا عايزاها مترتبة؟ أنا بحبها كده معفنة، بحبها مزبلة. أنا حرة، اطلعي برا. ماشي يا أمي، حاضر. برا. حاضر. ما
طب ايه رايك بقى اسمعك مزيكا هتعجبك جدا. شوفي ايوه حلو. ليه كده؟ ليه؟ يا دكتور، دكتور يا دكتور اسماعيل. ايه ولميس فين؟ الله، هو انت كل شويه تقعد تقول لي لميس فين لميس فين؟ ما هو دم عينيك اهي، هتروح فين اهي؟ خلاص خلاص خلاص، شفتها، شايف السعاده اللي في عينيها، شايف التغييرات اللي بتحصل لها، عشان ما تبقاش تقوحني تاني وتعمل اي حاجه اقول لك عليها. سامع؟ لازم تفهم انك بره الميري ابيض يا ورد. مضطر اوافق ان انت دكتور مؤقت لغايه ما اشوف ايه اللي هيحصل مع لميس. برضه مفيش فايده ارد عليك اقول لك ايه؟ جاهل. انت عارف ان انا ممكن احبسك هنا ما اخرجكش خالص. عارف. اخرس خالص. حاضر. معقول يا خالي؟ انا هنت على امي قوي كده للدرجه دي؟ ده حتى ما جاش في دماغها تيجي تزورني. ده انا بنتها الوحيده. معلش يا بنتي، امك مش في دماغها غير العريس وبس. وعلى فكره هي مش مصدقه انها هياخد اللي وراها واللي قدامها ويفلسعها. عارفه يا خالي عارفه. زادت معرفه ربنا يفك ديتك يا بنتي وهانت ليكي ان شاء الله. قطع اللسان اللي يجيب سيرتي بكلمة. يا سلام، لو انا يا اختي كنت دخلت السجن في قضية مخلة للشرف ولا ايه؟ طيب كلها كام سنة كده واخرج لهم وقطع لسان اي واحدة من نسوان الفاضية دول. هما نسوا انا مين؟ ده انا قاضية يا حبيبتي، قاضية والاجر على الله. قول يا واد، قول يا بنت. وبعدين حصل ايه؟ قولي. انا مش عارفة مال الدنيا بقت وحشة كده ليه؟ ومالها بقت مليانه ناس ولاد حرام ومفتريه. يا بنت استعواذي ربنا، اللي الحق عنده ما بيضيعش. بقول لك ايه يابا، انا مش ملاك، عليا النعمه، انا يوم ما هطلع من هنا لا لازم اخد حقي تالت ومتلت ان شاء الله بالقتل. ما انا ما عادتش فارقه معايا اي حاجه. ربنا يصبرك ويعوض عليك ويفك ديقتك. انت قولي ازيك يا بنت؟ كله على الله يا رب. اسكندرية وبحر اسكندرية والدورة بتاع اسكندرية والغطس والعوم والمطاطس. هو انت من اسكندرية يا ست قطاطة؟ ناري يا بنتي، وانا شفتها قبل كده. مالك يا بنتي ويا بنتي مالك كده مالك؟ صعبان عليا يا ست قطاطة، الراجل الخسيس اللي اترميت هنا علشانه ما عبرنيش ولا جاي ولا زيارة. يا اختي معلش بقى، نصيب. نصيب ايه؟ ده انا كان نصيبي زي الفل، راجل مقرش طول بعرض وايده فرته، وكان هيعيشني في نعيم. انا اللي اتنمرت ورحت للكلب برجليا. ايوه يا اختي، والكلب ما بياخدش الا كلبه. اخصى عليك يا ست قطاطة، انا كلبه برضو. يا اختي انت تقولي اني كلبه؟ على الأقل الكلمة موجودة في قلب البيت وأصحاب البيت بياكلوها وبيشربوها أحسن من البني آدمين. وبعدين يا بنتي يا عبيطة، ده أنا بفك معاكي. أو أنت بفك معاكي. ماشي. أنت عارف حكايتك دي يا بنت؟ فكرتني بحكاية وأنا رميت السينة. دي حكاية دي يا ست قطاطة؟ حكاية؟ حكاية الهدم. حكاية اللمبي والنصيب. اللمبي والنصيب؟ أيوه. طب بقول لك إيه؟ أيوه. قطاط نظمة، ما تيجي كده بدل ما احنا قاعدين كأني انا جايه لك زياره وانت جايه لي زياره وتحكيها لي. طب ولعي لي سيجاره. ما تيجي يا بنت سيجاره، ما تبقيش ماكينه فين الكبريت. استني. نظمة خدي. نظمة فين؟ اهي. انت مدياني اتنين ليه؟ يا ستي واحده. دي واحده؟ ايوه خدي يلا. طب اخد انهي فيهم؟ خدي دي الخمسه. قدام ايوه. كملي لي بقى. ايوه. وايه الحكايه بقى؟ اجي كده اهو.
يخش على الرئة، اللبن بيخش على الرئة على طول. يبقى الدين. أديكي خمسة. صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. كان يا مكان، يا سعد يا إكرام، كان فيه ولد اسمه الليمبي، وأبوه هريسة بن المهروس. وهريسة بن المهروس ده كان سليف بيستلف، ما كانش مخلي كائن من مكان إلا مستلف منه. تقيل وخفيف. كويس؟ والكل كان بيطبعه ويديله. ليه؟ على حس الكنز اللي هيجيله. من مين؟ من مين؟ كنز العيلة، عيلة أبو هريسة المهروس. آه. وبعدين؟ بس يا ستي. ستة قطعتا. ستة قطعتا. أيوة. أنت مين يا بنت؟ أنا إخلاص. أيوة يا إخلاص أيوة. وبعدين؟ بعدين إيه؟ في الحكاية. حكاية يا بنت يا موقوتة. حكاية الليمبي والنصيب. الليمبي. يا حبيبي الليمبي أهو. وقف هو على البتاع أهو بيطرطش. أول فرحة تمر بقلبي وأنا خايف في الدنيا تعيد. قولي احكي ولا أخبي ولا أوصف الكل سعيد. افلح لهم للدنيا أملي ولا بغير انت حناشة تاني. أول مرة أول فرحة. يا عم أفرق بناحية. لا أنت مش قلت لك وقف في اليمك دي؟ إيه اللي جابك في اليمك اللي هنا؟ ها؟ أنت عجوزت لسه وتقعد تقول لي يحيى كل شوية وقف في اليمك التانية. حاضر. بدل أنت خلي عندك شوية ذكاوة يعني. يعني أنت تشوفني تبحلق في عينيا أو ما بحلق في عينيا تعرف إني حارب الزين. تروح جاي اليمك التانية على طول. صح. قلوا لي صح. يعني بحلق كده اهو انا عارف فين دلوقتي هترمي هنا لا بص شفت بقى انت الغبي يا تخلص يا انت هتقعد تقطعني بالطماطم طول اليوم ولا ايه امسك وزادي كده امسك يا حبيبي انا بعلمك صنعه هتاكل منها الذهب يلا امسك اهو مش كفايه دول يا ليمبي ده مش استرجل يا مش استرجل ايه يعني لما راح لك الصباح ما عندك تسع ما اروح في الخير اللي قبلها يا ليمبي انت بطلتك تاني ياد ولا بتبرق فيها تاني ياد؟ ما اقدرش الم وكل شويه اقول لك حبولها تقول ما اقدرش الم وبنبولها برضك اوعى حسك عينك حنك بوقك يفتح اوعى انت فكر في حاجه تانيه افلح وملد الدنيا انا ليه الحق يا لمبي الحق يا لمبي ابوك بيموت يا لمبي ابويا انا؟ ايوه يا لمبي ابوك بيموت ما قالنيش ياد يا ابن الكذاب انت انا بقول لك اهو يا لمبي ابويا بس يا ابويا يا رجاله يا رجاله هريس ابو الليف بيموت يا رجاله يلا في داهيه ده قاعد يهرينا سلف لغايه لما خرب بيوتنا يعني ايه يا معلمين؟ هنسيب هريسها كده يفلسع بامان من الدنيا من غير ما يقول لنا على مكان الكنز ولا الذهب ولا الكيس النفيس اللي عشمنا بالسنين دي كلها احنا نروح كده كلنا برابطه المعلم هضبه ونكتم على نفسه لحد ما يقر لنا الكنز فين الله هتكتم على نفسه وهتعمل فيه ايه تاني ده بيموت يا بهيم ها امال هنعمله ايه يا معلم اهدى يا ابني الله يسترك اهدى مفيش غير حل واحد ايه هو ابنه ضناه هو الوحيد اللي هيقر له على مكان الكنز والذهب مين بقى؟ الليمبي مين اللي المفروض نراقبه من غير ما يحس بينا ولا يشعر بينا؟ الليمبي مين اللي لو قاوح ورانا ولا علينا نضايقه ونكسر رقبته وناخد منه كنز؟ الليمبي يبقى يلا بينا يا رجالة يا معلم الله يخرب بيوتكم على هريسة وهو بيقول لابنه على مكان الكنز يا بهايم صح يا معلم وسع أبويا 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 أبوك بيموت يا لب أبوك بيموت يا لب أبويا أبوك بيموت يا لب يا معلم أبوك بيموت يا لب لا يا جدعان ما خلاص بقى ما قلنا خلاص قلقتنا ما انا معاهم
الله يعني يا ما انت عاجبك يا ابن الفضيحه اللي احنا فيها دي ها؟ هوا قلت ايه؟ هوا حاضر حاضر اهو هوا هوا بس انا مش عارف انت كل يومين كده وفضايح في قلب المنطقه وابوك مات وابوك ما ماتش وعامل لي دربكه في قلب المنطقه دي كده انبوبه 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 طب خلاص اثبت بس انا عايز اقاوم قاوم ونازع وبولع اوعى تموت بولع يابا ها يلا بقى عايزك تاخد نفس عليك وخش في الشدادان واحد اتنين تلاته شد يلا شد يلا هي يابا طالما بتحرق كده يبقى انت عينيك ملتهبه غاز بتشممني غاز مش احسن ما نصدره انت اولى بيه بتشممني غاز مدعم عاوز هوا اكسجين اكسجين الانبوبه التانيه دي يعني اوكي حاضر اهو متوتر انا اصل ابويا بيموت كذا مره فمش عارف انا الصح فيهم انت بتموت في شارع الهرم ولا ايه يا ايه يا بابا عيب اللي بتعمله معايا ده بقى وفي الحاره والجرس دي بقى لمبي ايوه عاوز اقول لك على السر السيرك سر سر الكنز كنز ساعة ولا سخنة مش وقت هزار دلوقتي ايوه ودنك اشمعنى وده وقت تاريخ دلوقتي لا وقت رأسي يابا عاوز اقول لك على سر الكنز اللي تمتلكه العيلة واللي الدنيا كلها بتدور عليه ومش هتلاقي مكانه ولا بدنك بتموت ولا حاجه كل دي كلها طلعوا في الاشاعات كلها قول لي هتموت الساعه كام عشان اخلص عندي مصلحه لو في تاخير قول لي عشان في قرش جاي سبوبه فاضل ادي ودنا يا قول كان الكنز فين يا لمبي؟ يبقى انتوا اللي كلمنا عليك وقال لازم يسدد الحاجات. احنا اخواتكم. تعالى يا حبيبي اتفضل وخش. الله يرحمه الله يرحمه. الله يخليك يا حبيبي. قال على الكنز يا حبيبي يلا جوه على طول يلا. بابو جوه يقول لمبي وهو جاي على الباب يقول ابويا ابويا. ست قطاطة ست قطاطة. ايوه انت مين يا بيت؟ انا اخلاص ايوه معقوله يا لميس خططين عليك كنت فين ما تخافش عليها يا باش ما انا معاها اختنا هي مين الست دي يا جدو تعالي يا حبيبتي انا هقول لك تعال نبي البنت دي يا بنت بنتك بنتي ايه ما تجيني بنتك مين دي اللي قاعده دي انت عايزه دي ولا دي هي دي اللي قاعده مين دي قاعده هنا والبنت دي بس دي يا صحفيه يا اختي ولا حاجه ايوه صحفيه احنا بقينا فرجه بقول لك يا اختي عندك حاجه بقينا فرجه ده شوية هيجيبوا لنا زولاي ولبوا ويرموا علينا واحنا قاعدين. يا ريحة ويا مية. لمصي. ايه ده؟ سمعينا مزيكا؟ حبيبة قلبي. حبيبة قلبي جدو ايه المزيكا الحمراية دي؟ أنا آسف يا رامي ما كانش يصح أعمل كده أنا اللي آسف يا ميدو خد راحتك أنا اللي مشاعري انتصرت على وشي أصل المسرحية دي بتقلب عليا المواجع أنا وهو وهي دي قصة حياتي كنت أنا وهو وهي بقى هو وهي وأنا الواحدة يا ميدو شوف حاجتين بيأثروا في حياتي وأنت عارف أستاذ مليجي وأمة بيسحلوا وشه وبيتاكل في الغيطان نجم بالقدر ده يسحلوا وشه ما نجيبه دوبلير يا أخي
والاستاذه ضحيه كاريوكا في فيلم خلي بالك من زوزو لما لفوا حواليها وقعدوا يقولوا لها ادخلي نفسي الا وراحت استاذه سعاد حسني دخلت مكانها ورقصت مكانها بيصعب عليا نفسي قوي. بكره تتعدل يا ابو الروم. ابو الروم عشان حكيت لك مشاعري تقول لي يا ابو الروم وتتعدل منين يا حبيبي؟ يعني البدلتين اللي جبتهم ما دفعتش ثمنهم. والراجل اللي عمل لي فورمه في شعري كل ما في الرايحه والجايه يقول لي يا استاذ المحامي ويعمل لي كده. بيلمح لايه؟ بيلمح لايه؟ ده غير اللي حصل معايا في المحكمه واديك عارف. قضاه بمستشارين بجمهور الجلسه كلهم ضدي. حتى المتهمه. مش مقتنع ان انا محامي ولا مقتنع انها بريئه. بقيت صيدلي واقف في المحكمه. شفت ظلم اكتر من كده؟ خلاص ما انت ممكن تعرض عليا ورق القضيه وانا اقول لك تعمل ايه بالظبط. اعرض عليك ورق القضيه؟ اسكت يا ميجو والنبي عشان انا كده هتدمر. الرقم اللي مش مسايل. الو؟ الو؟ الاستاذ رامي المحامي؟ ايوه استاذ رامي المحامي. مين معايا؟ انا عمك صالح. عمي صالح؟ النمره غلط. اصبر عليا يا استاذ رامي، انا عندي معلومات خطيره هتقلب القضيه وهتكشف الفاعل الحقيقي وتبرأ الست قطاطة المسكينه. طب يا عم صالح بيه، انا اسف جدا معلش كنت بحسبك واحد تاني. لو حضرتك بقى تحدد امتى ممكن نتقابل عشان تديني المعلومات الرهيبه دي. بامر المولى اول ما اوصل للمعلومات دي حدها لك فورا. ونعم بالله يا عم صالح. يحييك ويحيينا ربنا. اقول لك اقفل في وش يا عم صالح. خير يا ابني اسمعني بس انا عايز اقول لك اقفل انا في وشك. لا حول ولا قوه الا بالله. انت بتقول لي يا اسماعيل؟ هو انا اللي بقول؟ انت اللي بتقول. انت مش قلت ان لميس بعد ما رجعت من الزياره وهي دوشاك بكلامها عن قطاطا؟ مش دوشاني وبس، ده عزاله كسر اللوائح والقوانين واعمل الزياره كل يوم مش كل اسبوع. بقول لك ايه يا عباس؟ ها؟ ما تجيب الوليه دي عندها. اجيب مين عند مين؟ تجيب قطاطا للميس في البيت. انت اتجننت؟ انت اللي تبقى مجنون لو ما عملتش كده. قطاطا نجحت في اللي احنا فشلنا فيه. لميس بدأت تتشد العالم تاني وناس تانية، يعني لا طب ولا علم قدر يعمل اللي عملته قطاطا. بس انا مستحيل اعمل كده. انت حر بس مفيش قدامك غير حلين اتنين مالهمش تالت. يا جيب قطاطا للميس يا لميس تروح لقطاطا. الحلين المهببين دول. طب لميس تروح لقطاطا تعمل ايه؟ عشان تقعد معاه، انا مش عايز اكتر من كده. يعني اعمل ازاي؟ اقطع لها تذكره مرافق؟ لا تتحبس معاه. تتحبس مع مين؟ تتحبس معاه لحد ما تخف. والنبي انت اللي على خف. شو بقى عباس، بصراحه بقى انا قلت لك رايي ولو جيت لي تاني 100 مره بعد كده هسمعك نفس الكلام. يا تجيب قطاطا لميس يا لميس تروح لقطاطا. ثابت من التحقيقات وإفادات الضحايا أن المتهمة كانت تسيطر على عقولهم بكلامها المعسول، وأنها تمتلك قدرة عجيبة على الإيهام الذي يصل إلى حد سلب الإرادة، وكأن فريستها قد وقعت تحت تأثير التنويم المغناطيسي فتفعل ما تأمره به مهما كان. يا جيب قطاطا لميس يا لميس تروح لقطاطا. لا والنبي يا جدو، لا والنبي يا جدو، والنبي يا جدو، لا والنبي يا جدو، لا والنبي يا جدو، جدو 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 جدو. Ah!
نميس جدو نميس جدو مالك يا جدو في ايه؟ ها؟ مالك؟ ها؟ لا 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 حبيبتي ما ما مفيش اي حاجة. لا 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 ما مفيش حاجة يا حبيبتي مفيش حاجة مفيش حاجة. طب ممكن بقى اتفوق كده وتصحصح عشان نروح السجن؟ نروح فين؟ السجن. لا بلاش بلاش السجن ده مش عايزين السجن. انا محضر لك حتة مفاجأة. إنما إيه بقى؟